بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي الانجلر مومنتوم او بارتيكل، يعني الزخم الزاوي للاجسام او الجسيمات. وعندنا ايضا راح ناخذ الريت اوف تشينج اوف انجلر مومنتوم، معدل التغير بالزخم الزاوي. طبعا بالمناسبه يعني اكو كتب يسموه الانجلر مومنتوم اللي هو الزخم الزاوي، واكو كتب يسميه المومنت اوف مومنتوم يعني عزم الزخم، اكو يسموه عزم الزخم او العزم الزاوي، مصطلحين اثنينهم لنفس المعنى بنفس المعنى. وهسه راح تلاحظون منين اجت هاي التسميه المومنت اوف مومنتوم، هسه من خلال الشرح يتضح منين جايه هاي التسميه. هسه اولا انا عندي بارتيكل، هاي بارتيكل، هذا القوس الاسود هو المسار، المسار اللي تتحرك عليه البارتيكل. زين البارتيكل طبعا تتحرك بها ازاحة، بها سرعة وبها تعجيل. البارتيكل بها كتلة، فانضربت الكتلة في السرعة صار عندي زخم، صار عندي زخم. فهذا الفكتر مال الزخم، هذا الفكتر مال الزخم. طبعا احنا ماخذين اللينير مومنتوم، ماخذين اللينير مومنتوم اللي هو شنو؟ الزخم الخطي. وطبعا كلمة الزخم الخطي ترتبط بالأجسام التي تتحرك على خط مستقيم. الأنجلر مومنتوم يجي من الأجسام اللي تتحرك على خط منحني، خط منحني. زين هسه احنا عندنا المحاور اكس وواي وزد، وهاي نقطة تقاطع المحاور او من نقطة تقاطع المحاور راح ارسم البوزيشن فيكتور اللي هو الار، هذا البوزيشن فيكتور. فهسه اقدر اخذ العزم، عزم من؟ عزم هذا الزخم حول نقطة او، عزم الزخم حول او. لذلك هو منين اجت التسمية؟ من عزم الزخم. شوف عزم الزخم مومنت اوف مومنتوم، فأنا راح أحسب عزم هذا الزخم حول O اللي هو يعطيني الأنجلر مومنتوم، الأنجلر مومنتوم. فعزم الزخم، الزخم هو MR MV والبوزيشن فيكتور R، فبالكروس كروس برودكت ال H هو الرمز مال الأنجلر مومنتوم حتى نميزه عن اللينير. اللينير رمزنا له L، الأنجلر مومنتوم نرمز له H. ف H نوت معناه عزم هذا الزخم حول O، عزم هذا الزخم حول O راح يساوي R cross MV، R cross MV. وأيضا قلنا إحنا طبعا الفكتور نوبات نمثله بحرف وفوقه سهم، أو يكتب بحرف ثخين يعني طوخ. شوف هاي ال H ثخينة، ال R ثخينة، ال V ثخينة، شوف ال M، ال M لأنه سكيلر فاللون مالتها فاتح. فبالكتب يعبرون عن الفكتور بالحرف الثخين بولت، يسموه بولت حرف ثخين. فهذا R cross MV يعطيني شنو؟ يعطيني العزم مال هذا الفكتور حول O. اذا نجي نريد نحسبه، نحسب قيمة العزم، شوف هذا هنا شنو؟ هذا مقدار واتجاه العزم، مقدار وبنفس الوقت لان ضرب كروس. اذا نجي للمقدار فقط، المقدار فقط، شوف الفرق بين هاي الاتش والهاي الاتش، هاي اتش طوخ للدلاله على انه فكتور، هاي اتش فاتحه للدلاله على انه هاي بس كميه مقدار فقط. فاتش نوت لو تباوع هنا، لو تباوع هنا، هاي الام في بيها مركبتين، وحده باتجاه الار هاي اللي هي شنو؟ ام في كوساين. هاي ما لها عزم، ليش؟ لان راح تمر، هذا الفكتور ما إلى عزم لأن راح يمر بنقطة O. وطبعا هذا الفكتور شنو يمثل لي؟ MV كوساين فاي. بقى الفكتور الثاني هذا العمودي على R، العمودي على R، احنا قلنا على العمودي على R ياهو يا محور هو الثيتا إذا تذكرون. فش راح يصير عندي؟ MV ساين فاي، MV ساين فاي راح يعطي هذا. فهسه صارت هاي المسافة عمودية على هاي المسافة. فأنا بالسكيلر، بالسكيلر من اريد اطلع قيمة العزم اضرب القوة، مثلا عزم القوة احكي مثل، فش نضرب؟ نضرب القوة في ذراعها العمودي،
ذراعها العمودي، مو اي بعد، وانما البعد العمودي. فاذا هسه الام في ساين فاي صارت هاي، وهذا عمودي على الار، فصار ار ام في ساين فاي. طبعا بالنسبه للوحدات بالاس اي يونت، الام متر، الار متر وحدتها، الام كيلوغرام، والفي متر على السكند، فيصير كيلوغرام متر تربيع على السكند. اليو اس كوستمري يونتس، الوحدات مالتها هاي وحدات قدم، وهذا الام في وحدات باوند في السكند، فيصير قدم باوند في السكند. اذا نريد نحسب الضرب كروس، هذا هو ضرب الكروس، الاتش نوت اللي هي المعادله واحد، الناتج مال هاي المعادله، الار انكتبه كفكتر، هذا شوف ار، هذا الفكتر مالته اكس اي زائد واي جي زائد زد جي، والام في نكتبه ايضا كفكتر، الام في يساوي ام في اكس اي ام في واي جي ام في زد كي. اوكي، ونخلي الاي والجي والكي، اول مره نخلي معاملات ار، بالاي، هاي شوف اي وجي وكي، بالار اللي هو البوزيشن فيكتور يا المضروب بالاي هو الاكس، تخلي جوا الاي اكس، جوا الواي، جوا الجي واي، هاي يعني المضروبه بالجي، جوا الكي تخلي هاي الزد. ونفس الشيء من تروح للام في، عندي ام في اكس مضروبه بالاي، فهاي الاي اخلي جواها ام في اكس، هاي الام في واي مضروبه بالجي، فجوا الجي اخلي ام في واي، وهكذا الام في زد. ونبدي نضرب ضرب فيكتور، فانا مثلا اريد اسوي هسه خطين، الخط الاول هذا شو يمثل لي؟ الخط الافقي، اخلي يمر على الاي والجي والكي، وبالتالي من اريد احسب المركبه اكس مال الانجلر مومنتوم مال زخم الزاوي، راح اخلي هذا الخط الثاني العمودي اخليه على يمين على الاي، انا اريد احسب اتش اكس فخليته على الاي، وطبعا هاي الاتش اكس والاتش واي والاتش زد هي المركبات مال من مال الفكتور مال الانجلر مومنتوم، الاتش اكس مضروبه بالاي، الاتش واي مضروبه بالجي، والاتش زد مضروبه بالكي، هذه مركبه العزم الزاوي باتجاه اكس، الاتش واي مركبه العزم الزاوي باتجاه واي، والاتش زد مركبه العزم الزاوي باتجاه زد. أباوع على الأرقام اللي ما مرت عليها الخطوط، العناصر مال المصفوفة اللي ما مرت عليها الخطوط يسموها الفري elements، يعني العناصر الحرة، وأضرب الواي في الام في اكس ناقص زد ام في واي، فأطلع الام عامل مشترك لأن اثنينهم بهم ام، فشو راح يصير عندي؟ واي في زد، شوف واي في زد ناقص زد في واي. الثاني هذا جي راح يصير اشارته سالبه، يعني هاي الاشاره باع هنا سالبه، هاي الاشاره سالبه، فش راح يصير؟ هذا راح اجيبه هنا، بس انا اريد احسب بالواي، انا اريد احسب بالواي، هذا راح اجيبه خليه هنا، ايش راح يصير عندي؟ اكس في زد ناقص زد في اكس، وايضا انا مطلع الام خارج قوس، فشوف هاي ناقص اكس في اكس في زد، باع ناقص، فشوف هاي ناقص اكس بي زد، وهاي شو تصير؟ ناقص ناقص، لان هاي ناقص هاي، فانا عندي اشاره هنا ناقص، فالناقص في الناقص شو تصير؟ يصير زائد، وهكذا ايضا بالزيت راح انقله، هنا، وهذه هي العناصر الحره، هسه عندي زائد، اكس بي زد، شوف اكس، اكس بي واي ناقص واي بي اكس، إذا نحكي على مستوي، فهسه مثلا احكي على انا جاي احسب الانجلر مومنتوم بيا مستوي بالاكس واي، الاكس واي يعني شنو صار عندي؟ الزد والفي زد صفارة، الزد هاي والفي زد هاي صفارة، يعني هاي المقادير اثنينهم صفارة، فمن اضرب بنفس الطريقة السابقة راح يصفر عندي ال h x وال h y، ذن اثنين هنا راح يصفرن، هذا المقدار راح يصفر وهذا المقدار يبقى عندي بس h z، ف
الانجلر مومنتوم اللي هو العزم حول او يساوي اكس زد ويساوي ام اكس في واي ناقص واي في اكس، وهي المعادلة 5. معادلة 5 قلنا احنا هنا بهاي المعادلة انا اقدر احسب الانجلر مومنتوم بطريقتين، لو اضرب كروس ويعطيني الناتج مباشرة المقدار والاتجاه، لو اضرب شنو ضرب سكيلر يعني كميات سكيلر. فضرب السكيلر استخدم المعادلة 2 واحسبه بطريقة الكروس برودكت استخدم المعادلة 1. فلو تباوع هاي ساين فاي، هاي الام في ساين فاي، الام في ساين فاي هاي الساين، قلنا هي عمودية على الار، وقلنا العمودية على الار، عمودية على الار يعني يا محور قلنا ثيتا. فاذا الام ساين فاي هي في ثيتا، هي السرعة باتجاه المحور ثيتا، السرعة الخطية باتجاه المحور ثيتا. فاقدر اعوض ار ام في ساين فاي، اقدر اكتبها ار ام في ثيتا، وفي ثيتا انا اقدر احسبها، انا عندي قانون الفي ثيتا اللي هو ار ثيتا دوت، هاي ماخذينها سابقا. فاذا اقدر احسب هاي المعادله 6، الفي ثيتا ايش راح اعوض عنها؟ اعوض عنها ار ثيتا دوت، فصار عندي ار وار، صار ار تربيع ام وهنا ثيتا دوت. زين هاي المعادله 7. طبعا يا معادله استخدمها هذه او هذه حسب المعلومات المتوفره. فاذا عندي سرعه زاويه اقدر اطلعها من هاي، من السرعه هاي بدلاله السرعه الزاويه، ثيتا دوت هي سرعه زاويه. واذا عندي السرعه مركبه السرعه الخطيه باتجاه المحور ثيتا اللي هي بي ثيتا، فاقدر استخدم المعادله رقم 6. اي المعادلتين استخدمهم يعتمد على المعلومات المتوفره في السؤال. زين انا الام في، هذا الام في، شوف ام في ام في ار يعني حللتها مركبتين، مركبه على الار اللي هي ام في ار، ومركبه على اليمين على المحور العمودي على الار، واحنا قلنا العمودي على الار هو اسمه ثيتا، فيصير ام في ثيتا، وها هي الزاويه فاي. فاي تاخذ كوساين وهي تاخذ ساين. زين هسه لو جينا اخذنا المشتقه الاولى المن للانجلر مومنتوم، شو اكتبها؟ اتش نوت دوت، المشتقه الاولى. فانا ايش عندي؟ عندي الكروس، الكروس يعني ضرب الكروس، فاجي للمعادله 1، راح اشتق المعادله 1، مشتقه اولى للمعادله 1 هاي 1. عندي ار كروس ام في، فعندي تو فكتر، الفكتر الاول ار والفكتر الثاني هو الام في، فاثبت 1 واضرب في مشتقه الثاني، زائدا اثبت 1 ايضا واضرب في مشتقه الاول، يعني الاول في الثاني والثاني في الاول، فراح استخدم هاي الطريقه. فانا راح اثبت الام في واضرب بمشتقه الاول، فصار ار دوت كروس ام في، طبعا هذا يبقى الكروس لان الاصلي هو ضرب كروس، زائد اثبت الاول اللي هو الار واضرب في مشتقه الثاني اللي هي ام في، ام في دوت، فالدوت تصير على السرعه. ليش؟ لان الام هي كميه ثابته، فالمشتقه تصير للفكتر، المشتقه تصير للفكتر، فكتر السرعه. هاي الار دوت هي السرعه، يعني المشتقه الاولى للار هي السرعه في، فصار في كروس ام في زائدا ار كروس ام في دوت، في دوت هي التعجيل، في دوت هي التعجيل، فصار ار كروس ام اي. طبعا هذا الكروس مال ضرب دول راح يساوي صفر، يعني في كروس ام في صفر. متى الكروس يصير صفر؟ ضرب الكروس اي متجهين، ليمتى يصير ضربهم يساوي صفر؟ اذا كانوا اثنينهم اما على خط واحد او متوازين. يعني شنو اذا خط واحد او متوازين؟ يعني اذا كان اتجاههم هو نفسه. فانا اصلا هو هاي الام في اصلا شنو هو؟ هو اصلا فكتر مال السرعه، فمعناه هذا الام في له نفس اتجاه فكتر السرعه. فاذا هاي وهاي متساويات بالاتجاه، فضربهم شنو؟ ضربهم راح يساوي لي صفر.
R كروس MA. قانون نيوتن الثاني شو يقول؟ يقول summation of F يساوي الM في الA. فراح أشيل الM في الA اللي هي الطرف الأيمن وأحوض عنها الطرف الأيسر summation of F. فهذا ال H O H not dot راح يصير R كروس R كروس R كروس summation of F R كروس summation of F. طبعا R كروس طبعا هذه summation of F قلنا هي قوة محصلة, هي المحصلة, المحصلة هي عبارة عن قوة. و R كروس أي قوة؟ يعني R كروس F اللي هي شنو؟ هو العزم, هو العزم. فإذا هذا شو راح يعطيني؟ راح يعطيني ما دام هاي summation فراح يصير عندي هاي summation وهذه R كروس F راح يصير عندي المومنت وهذا الطرف هو الطرف الأيسر من المعادلة. إذن المشتقة الأولى, إذن المشتقة الأولى للأنجلر مومنتم هي مجموع العزوم حول نقطة O, هذا معناه. إذن المشتقة الأولى للأنجلر مومنتم تساوي مجموع العزوم حول نقطة O, أقدر أجيبها من مجموع العزوم حول O. إذا نجي للمركبات, إذا نحكي عن المركبات يعني فمعادلات الحركة equation of motion in terms of radial and transverse component, معادلة الحركة بدلالة الراديال والترانسفيرس. هسه أنا الاف الاف أنا قانون نيوتن هسه جاي أحكي summation of F يساوي الام في الاي. هذا القانون راح أسويه قانونيا, ليش؟ لأن القوة باليسار راح أحللها مركبتين, واحدة على الار واحدة على ثيتا. فالعل ار اسمها اف ار والعل ثيتا اسمها اف ثيتا, فعندي صار عندي قوتين. بنجي للصف للجانب الثاني من قانون نيوتن الام في الاي, الاي يعني انا حللت على الار فراح يصير عندي تعجيلين, تعجيل بالار وتعجيل بالثيتا, فراح يصير عندي اي ار واي ثيتا. فراح يصير هسه عندي القانون نيوتن اقدر اطبقه مرتين, مرة طبقها على محور R ومرة طبقها على محور ثيتا. summation of F R يساوي M A R, summation of F ثيتا يساوي M A ثيتا. طبعا A R و A ثيتا عندي قوانينها سابقا, A R تساوي R double dot ناقص R ثيتا dot تربيع, وال A ثيتا تساوي R ثيتا double dot زائد 2 R dot ثيتا dot. هذه أجي أعوضها هنا, كل واحد أعوض عن قيمة الـ AR والـ A ثيتا تطلع لي المعادلتين 10 و 11 فأقدر أطبق. هنا طبعا هنا أنا هسه من أجي أريد أخذ المشتقة الأولى, المشتقة الأولى, المشتقة الأولى, من أخذ المشتقة الأولى فأنا عندي الـ R ما لها تأثير, الـ FR ما لها تأثير, ليش؟ لأن أرجعك للرسم الأول, أرجعكم للرسم الأول, شوف هذه أو هذه نفس الشيء باوع, هذه هنا من أحول أحل أساي أفرضها قوة, لأن أصل هاي الفكتر هو القوة, خلته يتحرك بهذا الاتجاه. فمن صارت قوة شنو صارت؟ صارت إزاحة, من صارت إزاحة صارت سرعة, صارت سرعة ضربتها بالكتلة صار زخم. فإذا أصلا هذه هو الزخم, هذا أصلا شنو جاي من القوة اللي حركت الجسم. فهذا القوة من حركها إلى أحللها مركبتين, واحدة على R واحدة على T. شوف المركبة مال القوة على R تمر وين؟ تمر بO, فهذه مالها عزم, تبقى بس الثيتا, بس القوة باتجاه ثيتا هي سبب عزم. لذلك أنا هسه من أجي أريد أتعامل ويا هذه, أنا هسه أريد أحسب شنو؟ أريد أحسب المشتقة الأولى. فهذه بعد ما أخذها المعادلة summation of R 10 ما أخذها, ليش؟ لأن أصلا هاي مقدارها صفر, قوة هاي مقدارها العزم اللي سببه صفر. فراح أخذ هاي المعادلة
الثانية واروح المعادلة سبعة، معادلة سبعة اللي هي هاي المعادلة، هاي المعادلة اش نو تساوي ام ار تربيع في الثيتا. زين انا هسه اريد اطلع الاتش نوت دوت، اتش نوت دوت، وقلنا هاي الاتش نوت دوت شو يساوي؟ تساوي ار كروس اف، ار كروس سميشن اوف اف. فطلعت الار خارج ال السميشن، هاي السميشن وهاي اف، يساوي قلنا المشتقه الاولى دي على دي تي المن للاتش، الاتش نوت هي ايش قد مقدارها؟ ام ار تربيع ثيتا دوت اللي هي شوف هاي الاتش، هاي اتش نوت ام ار تربيع ثيتا دوت. زين زين هذا هسه اشتقه اما اطلعها خارج التكامل، عندي دالتين، وحده ار تربيع وحده ثيتا دوت، اثبت وحده واضرب في مشتقه الثانيه. هسه الار تربيع ثبتته، فهاي مشتقتها شو تصير؟ ثيتا دبل دوت، زائد اثبت الثيتا دوت، هاي ثبتته، واطلع مشتقه الار تربيع، مشتقه الار تربيع 2 ار ار دوت، 2 ار ار دوت، اطلع عامل مشترك من هذا الجانب اللي هو ار. شوف هنا عندي ار، هنا عندي ار تربيع، اطلع ار، فهنا راح يبقى عندي ار وحده، وهنا الار تروح بعد. فاقسم هاي المعادله على ار، حتى هاي الار وهاي الار تروح، and after dividing by r راح يطلع يبقى هذا الجانب راح يبقى بيه بس summation of f theta، وهاي المعادلة شو تصير؟ m r theta double dot تربيع زائد 2 r dot theta dot، راح احصل على هذه المعادلة summation of f يساوي m r theta double dot زائد 2 r dot theta dot. معناه الجسم اذا تحرك، هذا معناه، معناه الجسم اذا تحرك فالقوة العمودية عليه، القوة اللي تأثر عليه راح تكون باتجاه ثيتا فقط، ماكو قوة باتجاه R. وهسه هاي راح تبين بالأمثلة اللي راح ناخذها. فهسه عندي مثل سامبل بروبلم، عندي هاي بلوكة، ذا بلوك بي اوف ماس ام، هاي البلوكة كتلتها ام، كان سلايد فريلي اون فريكشن ليس ارم او اي، تنزلق بحرية بدون احتكاك على الذراع او اي، هذا الذراع او اي، ذراع او اي بحركه زاويه، بحركه زاويه بمفصل هنا، فيتحرك حركه زاويه. زين which rotates in horizontal plane at a constant rate theta dot theta not dot، يقول هذا الذراع يتحرك بسرعه زاويه ثابته، بسرعه زاويه ثابته مقدارها قد theta not dot. طبعا هنا راسا من يقول لي سرعة زاوية هو جاي يقول a constant rate، constant rate يعني بمعدل ثابت، يقصد به هنا شنو؟ لأن هاي شنو معناها؟ هاي معناها سرعة، هاي الدوت معناها سرعة، فمعناها constant angular velocity، constant angular velocity. فإذا constant velocity يعني ال acceleration، angular acceleration راح يساوي صفر. أنا جاي أفسر العبارات بالسؤال حتى أستفيد منها بالحل. Knowing that B is released at a distance R not، يقول إذا افترضنا إن هاي الـ R يعني خليناها تتحرك بحرية، زين إذا كان بعدها عن نقطة O هو R not، يعني هذا الـ R إذا كان مقداره R not، زين express as a function of r، عبر بمعادله بدلاله r the component vr، المركبه مركبه السرعه vr of the velocity of b along oa، جد vr اللي هي تمثل لي مركبه السرعه مال الكتله ب باتجاه r، باتجاه r هاي vr. زين the magnitude of the horizontal force f exerted on B by the arm OA، يقول جد مقدار القوة F اللي تأثر على الكتلة B بواسطة الذراع AA.
طبعا هنا يعني هسه اللي افتهم هاي المادة اللي افتهم هاي المادة اللي سابقا هاي المعادلة اللي افتهمها رأسا من يجي يرسم قانون نيوتن الثاني يقول هذا الجسم هذا حتى يتحرك حركة زاوية او يتحرك حركة خطية على الذراع هذا بيتحرك حركتين، اولا حركة زاوية يعني تتغير زاويته، واثنين بحركة على الذراع او اي. رأسا يقول هاي القوة بس باتجاه ثيتا، القوة المجموع القوى اللي راح تصير عليه بس باتجاه ثيتا. فرسم هذا الجسم، رسم الكتلة هذه كما هي، هاي نقطة O وهذا الR، هذا الR، هاي الزاوية ثيتا، هاي الزاوية ثيتا، وهاي القوة. طبعا هذا الرسم قلنا هو نصف الحل، نصف الحل، يعني انت هسه لازم تعرف انه القوة بس باتجاه ثيتا، اذا نحكي عن انجولر مومنتوم، ما عندي قوة باتجاه R، مقدار القوة باتجاه R تساوي لي صفر. فهذا الطرف الايسر من قانون نيوتن الثاني يساوي هذا الطرف الايمن. هسه انا ما دام احكي على ار فانا راح احكي على ار وثيتا، ما دام خليته هنا باتجاه ثيتا فالزخم عندي راح يصير باتجاه ار، وعندي ايضا زخم باتجاه العفو مو زخم، انيرشيا فورس الام اي ار والام اي ثيتا. نطبق قانون نيوتن مرة على الار ومرة على الثيتا. summation of f r قلنا صفر ما بيها، وهذه قانونها موجود m r r double dot ناقص r ثيتا دوت تربيع، اللي هي يمكن هاي المعادلات 10، اشوف معادلات 10 و 11 راح اطبقهن. ف الاف ار قلنا صفر زين، وهاي معادلتها، واجي من اطبق بالثيتا، هاي طبعا اف ثيتا مو اف يو، وهاي اي يو تصير اي ثيتا، اكو خطا بالطباعه. فمن اجي باتجاه ثيتا، باتجاه ثيتا عندي هاي القوه اف، وهاي ام مضروبه في الار ثيتا دوت تربيع زائد 2 ار دوت ثيتا دوت. هسه نجي لهاي المعادلات اللي عندي. هسه اولا الفي ار اللي هو طالبها بالسؤال هي المشتقة الاولى للار، يعني ار دوت زين، هاي واحدة. اثنين ار دبل دوت المشتقة الثانية للار تساوي الفي ار دوت، يعني المشتقة الاولى للسرعة في ار، المشتقة الاولى للسرعة في ار تعطيني ار دبل دوت زين. وهذا شنو معناه؟ معناه دي في ار على دي تي، يعني اشتقل في ار بالنسبة للزمن. ما اقدر اشتغل في ار مباشرة للزمن، فاستخدم التشين رول، راح اقول دي في ار على دي ار في الدي ار على الدي تي، الدي ار على الدي تي عندي انا اللي هو في ار، شو يبقى مجهول؟ يبقى دي في ار على الدي ار، دي في ار على الدي ار، اضرب الوسطين بالطرفين، يعني هذا المقدار راح يساوي لي هذا المقدار الفي في دوت ار. فهذا الطرف شو يصير؟ في دي في ار، وهذا الطرف شو يصير؟ راح يصير دي ار في الفي ار دوت، في ار دوت تعوض عن الفي ار دوت بيش تيتا نوت دوت تربيع في الار، في نوت تيتا دوت، لان انا شنو عندي الفي شو تساوي؟ الفي تساوي ار ثيتا، الفي شو يساوي؟ ار في الثيتا زين، الفي دوت تساوي ار ثيتا دوت، ار ثيتا دوت اوكي. يعني من هاي المعادلة، من هاي المعادلة انا ارجعكم للمعادلات حتى يعني ما اريد خطوة من الخطوات ما تعرفوا. شوف زين هذه المعادلة، هاي معادلة، هاي المعادلة. طبعا انت مو صار عندك في ار دوت، في ار شنو هي؟ في ار
هو شنو؟ هو الاكسلريشن، الاكسلريشن. فعوضنا هنا ثيتا نوت دوت تربيع في الار في الدي ار. حد هسه صار عندي طرفين اثنينهم بيهم تكاملات، يعني اثنينهم اقدر اكاملهم. فاقول بتكامل الطرفين، هنا عندي الفي ار تكامل على الفي ار، وهنا عندي تكامل على الار. التكامل على الفي ار اخذ الفي ار من الصفر للفي ار حدود التكامل، والدي ار حدود تكاملها من ار نوت للار. من اكامل راح تطلع لي هاي المعادله اللي هي بدلاله السرعه. فراح يصير عندي في ار تربيع تطلع، وبعدين اخذ لها الجذر تطلع عندي هاي في ار. من اجي لهاي المعادله الثانيه، المعادله الثانيه حتى احسب شنو؟ احسب اف، احسب اف. هذه بها ثيتا دبل دوت، هاي ثيتا دبل دوت. انا قلت بالسؤال ثيتا دبل دوت تساوي صفر. شوف ثيتا دبل دوت تساوي صفر. وعندي ايضا شنو؟ ثيتا دوت. كل ثيتا دوت اعوض عنها ثيتا نوت دوت. هاي شوف سرعة، هو جاي يقول جسم يتحرك بكونستانت، باوع هو جاي يقول الجسم يتحرك بكونستانت ريت، يعني ثيتا نوت دوت هي سرعته ثابتة. فاعوض عن كل ثيتا دوت بثيتا نوت دوت، وكل ثيتا دبل دوت صفر، وكل ار دوت اعوض عنها بفي ار. فتعال هاي المعادلة، هاي المعادلة شوف كل الاشياء اللي ثيتا دوت تعرفها، ار دوت تعرفها، هذا المقدار راح يصير صفر، فيبقى اثنين ار دوت ثيتا دوت. زين، فيتعوض عنها هنا بالمعادله الثانيه، وتطلع عندك الاف، تطلع عندك الاف. مثال اخر، مثال اخر. عندي هذا الجسم يتحرك على سطح افقي، ربطت به حبل، لفيته على بكرة وعلقت به وزن، علقت به وزن يعني هذا الجسم معلق نحو الأسفل. زين، هذا الحبل الزاوية مالته ثيتا. زين، هذا وزنه كتلته 20 كيلوغرام، هذا كتلته 25 كيلوغرام. هذا الجسم اسمه A وهذا الجسم اسمه B. الزاوية هاي لو اخذناها 30، وهذه المسافة، المسافة اللي مربوط بها الحبل، المسافة من A، من A الى لحظة اتصال الحبل بالبكرة هي R، هي R. فشوف هسه هذا من ينزل للاسفل، هذا هذا ال R راح تقل، هاي R راح تقل. هذه المسافة اللي قلت وين راح تروح؟ تصير هي نفسها بس تصير زيادة بالطول مال الحبل بجهة بي، حبل بجهة بي. اوكي، لو فرضنا انه هاي الار هي 0.8 متر، هاي الار 0.8 متر. زين، يقول افرض انه البولي ما بيها وزن، اهم له الوزن. زين، ايضا ما بيها فريكشن، هاي هنا ماكو احتكاك، وايضا هنا ما عندي احتكاك بين الجسم A والسطح الافقي. فيقول جد الشد بالحبل، طلع لي اياه الانيشال تنشن ان ذا كيبل، وجد الانيشال اكسلريشن اوف ذا بلوك اي، وجد الانيشال اكسلريشن اوف بلوك بي. بقيت ملاحظه، يقول هاي البلوكات الاثنين ار ريليزد فروم ريست. يعني شنو فروم ريست؟ يعني انا اثنينهم لازمهم وباللحظه بحيث تحققت هاي الاشياء كلها، انه ثيتا 30 وار 0.8، هسه رفعت ايدي يبدون يتحركون. هذا معنى ريليزد فروم ريست. يعني اول مره كانوا ساكنين ثابتين كل من بمكانه، وبعدين من رفعت ايدي بدوا بالحركه. طبعا هذا حركته، هذا حركه لازم تصير لليمين، لازم تصير ويبقى مستمر يتحرك على السطح، سطح الارض. وهذا حركته دائما باتجاه الاسفل. زين، فلازم هاي اخليها ببالي من اطبق القانون مال نيوتن. هسه اقلكم شوفوا شنو شلون يعني الاخطاء اللي تصير بالحل، يعني واحد من يرتكب اخطاء. هسه اولا اجي للكايناماتكس،
قلنا السؤال بجزئين بالحل، حل يخص الكايناماتكس والحل والجزء الثاني يخص الكاينتك. شنو اللي يخص الكايناماتك؟ يخص الكايناماتك العلاقة بين السرعة، بين الإزاحات، بين التعجيل. يعني هاي عندي جسمين، كل واحد راح يصير به إزاحة، زين، كل واحد إلى سرعة، كل واحد إلى تعجيل، فالعلاقة بيناتهم هذا هو ما يخص الكايناماتك. وبعدين الجزء الثاني اللي يخص الكاينتك هو تطبيق قانون نيوتن الثاني. فأنا هسه أولا قلت لكم أنا هذا من يتحرك لليمين هاي الآر راح تنقص تقل، هاي آر تقل، زين، اللي هو جزء الطول، جزء الحبل اللي له علاقة بالطول آر يقل. هذا هذا الجزء المقدار اللي قل بيه راح يصير بالجانب بي، يعني يصير زيادة بالجانب الآخر. فواحد قل الآر مالته والثاني زاد، زاد الطول مال الحبل. أنا جاي أحكي على الحبل، جاي أحكي على الحبل، زين. فإذا شنو معناه الإزاحات مالتهم؟ إذا واحد صارت به زيادة اللي هو جسم بي، الثاني يصير به نقصان اللي هو الجسم أي. وأنا هسه جاي أحكي عن إزاحة باتجاه R، شوف إزاحة باتجاه R، ما جاي أحكي عن إزاحة أي باتجاه الإكس، لا، جاي أحكي باتجاه R، يعني أنا هسه أتكلم عن R. إذا أخذت الإزاحة بهذا الشكل، يعني الحبل أحكي عن الحبل، ما أحكي عن هذا الجسم، أنا أحكي عن الحبل، زين. فمعناه العلاقة بين الحبل، حركة الحبل وهذا الجسم بي هي واحد عكس الثاني، يعني هذا يصير بي نقصان، هذا يصير بي زيادة. فمن اكتب R اللي هو شنو، هاي الإزاحة مع الحبل، زائد Y بي، لأن بي يتحرك بس بالY والY هي إزاحة، فصير إزاحة الجسم بي باتجاه Y. شوف ليش خليتها زائد، لان انا قلت لكم واحد عكس الثاني يساوي كونستانت. هذا حتى من نقله هنا شو يصير اشارته؟ تصير اشارته سالبه، يعني يطلع R يساوي ناقص واي بي، هيك معنى. فازاحه بالحبل تساوي ناقص الازاحه بالجسم بي، او يعني واحد عكس الثاني، واحد عكس الثاني. هذا بالنسبه للكايناماتيك اشتقها، هاي اشتقها الار مشتقتها ار دوت، الواي بي اشتقتها في بي سرعه بي، هاي الكونستانت صفر اشتقها مره ثانيه راح يطلع ينطيني شنو، يعطيني الار دبل دوت وزائد الفي مشتقتها اي بي، وراح تطلع لي ار، انقل هاي للطرف الثاني بتصير ار دبل دوت يساوي ناقص اي بي. هاي العلاقه الاولى، العلاقه الاولى. اروح هاي من الكايناماتيك طلعتها، اروح لقانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني شو يقول؟ عندي جسمين هسه، انا الجسم الاول ياهو، الجسم الاول اي، هذا بي رد فعل عمودي، قلنا ماكو احتكاك صفر، بي وزن كتله اي في جي، وعندي شد بالحبل، هذا شد بالحبل، هذا الشد بالحبل، هذا الطرف مال سميشن اوف اف يساوي ام اي. فهذا اي دائما يتحرك على سطح الارض، يعني على السطح الافقي، ف الانيرشيا مالته الام في الاي راح تكون توازي اكس، توازي سطح الارض. اخذ باتجاه اكس فاي تي كوساين 30، تي كوساين 30 يساوي ام اي في تعجيل اي. هذه أقول تي تساوي ام اي على اي اي، طبعا هاي الكوساين يصير بالمقام، مقلوب الكوساين هو السيكند القاطع مال الزاوية، بها مجهولين، تي مجهول وتعجيل اي، الزاوية معلومة والكتلة معلومة، فعندي هاي معادلة بها مجهولين. هذه أساس صار كم مجهول عندي؟ عندي تي مجهول وتعجيل اي مجهول وتعجيل بي مجهول وار دبل دوت مجهول، صار عندي أربعة. فحتى أحلهم ذول لازم عندي صير أربع معادلات. نجي للمعادلة الثانية اللي هي تخص الجسم بي، جسم بي حركته وين؟ للأسفل. فهنا عندي حبل للأعلى هذا تي،
عندي الوزن مالته كتلة بي في الجي للأسفل، وعندي الانيرشيا فورس مال بي للأسفل. فإذا افترضت أنه الاتجاه للأسفل هو الموجب، فش راح يصير عندي؟ يصير ام اي في الجي، هاي ام بي في الجي، العفو ام بي في الجي ناقص تي، هاي ناقص هذه، هاي طرف القوة، يساوي شو يساوي؟ ام بي في الاي بي، ام بي في الاي بي، هاي معادلة ثلاثة، معادلة ثلاثة. طبعا هاي الاي بي مجهول مكرر بالمعادلة واحد، والتي مجهول مكرر بالمعادلة، بقوا شنو؟ بقوا اربع مجاهيل، بس صار عندي ثلاث معادلات. بقت عندي معادلة واحدة، المعادلة الرابعة، المعادلة الرابعة راح اجمع اثنين وثلاثة بالجمع، اقول بجمع المعادلة اثنين وثلاثة، هاي اشارته موجبة تي وهاي اشارته سالبة، فبالجمع راح يصير صفر. شو يبقى بهذا الطرف؟ تعجيل بي في الجي، هذا تعجيل بي في الجي، واجمع هذا الطرف الايمن مع المعادلة اثنين والطرف الايمن مع المعادلة ثلاثة اللي هم ذول، فصار عندي هاي اربع معادلات. هسه اذا اقدر احلهم ذول الاربع معادلات اقدر اطلع المطالب او المجاهيل الاربعه اللي بيهم. انا هسه اقدر اجي حتى احلهم هذول، حتى احلهم اجي للجسم اي. الجسم اي انا شنو اعرف؟ اعرف بس التعجيل مالته اللي هو باتجاه اكس. انا ما اريد باتجاه اكس، انا اريد باتجاه ار وباتجاه ثيتا. يعني هذا اقدر احلله مركبتين، هذا الاي اي اللي هو يوازي اكس، اقدر اجيب مركبه باتجاه ار ومركبه باتجاه ثيتا. خلي اشوف هاي الاتجاهات وينها من الرسم مال السؤال. هذا اتجاه ار، الباح هذا هو R، فهو هذا اتجاه R، والعمودي عليه هو اتجاه ثيتا. العمودي على هذا الخط الأزرق هو الاتجاه ثيتا. فباوع أنا راح أجيب الA، هسه هاي الA، هذا الA، هذا الA، هاي راح أشيل هنا أنا هسه هاي الخطوط الراسمين، أنا حطيتهم مجرد التوضيح. هذا AA، هذا اتجاه ار، اجر خط هيك للار، اجيب خط وارسمه هنا، احطه اقول هذا هو المحور ار، واجيب خط ثاني اقول هذا هو المحور ثيتا العمودي عليه. اوكي، فهسه هاي هذا الفكتور اقدر احلله مركبتين، واحده تصير على الار، شو ما كاتب اي ار اللي هو هذا الاتجاه مال ار، وهذا اي ثيتا هو الاتجاه مال ثيتا. فهسه هذا راح اسوي متوازي اضلاع، هذا واحد من المثلثات، هذا واحد من المثلثات، هذا اللي عليها الضلع، اللي عليها الضلع هو اي ار، واللي عليها الضلع هو اي ثيتا، اي ثيتا. فشوف هذا اي ار، شوف يوازي ار، وهذا اي ثيتا يوازي ثيتا، وهذه هي التعجيل الافقي المستقيم، ها شوفوا اي اي. هسه هذا اطلع العلاقه بيناتهم، بين اي ار واي اي، اقول اي ار، اي ار يساوي اي اي في الاي ار، يعني باتجاهها. انا الاي ار عندي قانونه، الاي ار اذا تتذكرون عندي القانون مالته، من كتبنا المعادلتين 10 يمكن و11، من كتبنا هشوف هذا الاي ار، شوفه اي ار، هذا هو ار دبل دوت ناقص ار ثيتا دوت تربيع. فاجي هسه بعد هذا اكتبه ار دبل دوت ناقص ار ثيتا دوت تربيع، اللي هي شو يساوي؟ يساوي لي اي ار. اوكي، هذا اجيبه من المثلث، يساوي لي اي اي في كوساين ثيتا، اي اي في كوساين ثيتا، وطبعا هذا الاتجاه مالته راح يصير عندي بالسالب، الاتجاه مالته راح يصير بالسالب. زين.
تساوي معادلة خمسة. هاي المعادلة خمسة. إيش طلع؟ طلع العلاقة بين AR و AA. AR و AA. يعني الـ AR شو تساوي؟ تساوي ناقص AA كوساين ثيتا. زين؟ الـ AR شو تساوي؟ أنا ثيتا دوت تربيع. ثيتا دوت تربيع هي صفر، ثيتا دوت صفر. ما عندي ليش؟ لأن هو شو يقول لي؟ يقول لي released from rest. هاي العبارة مهمة. The two blocks are released from rest. معناه theta dot تساوي صفر. معناه theta dot تساوي، شوف هسه theta dot عوض عنها بصفر، هذا المقدار كله راح يصير صفر. شو يبقى عندك؟ r double dot يساوي ar ويساوي ناقص a cosine ثيتا. انا عندي علاقه بين من؟ بين r دو دبل دوت و اي بي. شوف عندي علاقه رقم واحد بين r دبل دوت و اي بي، وهسه طلعت علاقه بين r دبل دوت و اي اي و اي اي، فاساويهم هاي، اجيب r دبل دوت ايش طلع؟ طلع ناقص اي كوساين ثيتا، اجيب اخليها بمكان هاي الار، الناقص والناقص تروح، فشو يصير؟ يصير اي بي يساوي اي كوساين ثيتا. هاي المعادلة ستة. شوف اي بي يساوي اي كوساين ثيتا. فهسه طلعت علاقة بين من؟ بين تعجيل اي وتعجيل بي. اذا طلعت هاي العلاقة نحل السؤال ليش؟ لان انا عندي هاي المعادلة اربعة، يا المجهول بها، مجهول بها اي و اي بي، يعني تعجيل اي وتعجيل بي. الباقي شوف، كتلة بي معلومة، جي معلومة، كتلة اي معلومة، الزاوية معلومة، كتلة بي معلومة، فتجي تعوض، فنحسبوا اثنينهم ام اي و اي بي، تجي تعوضهم هنا. اذا طلعت تعجيل بي طلع، تعوضها بهاي المعادلة، بهاي المعادلة هاي او هاي اثنين هم. اذا طلع عندك اي، تمن طلع عندك هنا بي، تقدر تطلع هاي هنا متعوضهم، طلع اثنين ومنحسبون اي واي بي. يروح المعادلة اثنين احسن، عندك هاي اي معلوم والزاوية معلومة، يطلع عندك تي، فتطلع عندك المجاهيل الثلاثة، يطلع تي ويطلع تعجيل اي ويطلع تعجيل بي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.